جينا هنا من 10 سنوات في المغرب وكل عام نصوب سيارة رئيسية وعدة سيارات هامشية، فالماروتي والداسيا. الماروتي لأنها أرخص سيارة في المغرب أخذناها ب5 مليون. الداسيا صناعة الدار البيضاء طبعا من أوائل السيارات الداسيا، وقطعناها وصارت ديكبر طابل وحطينا لها روايض للرمل وما شاء الله يعني نجحت. جبنا معانا الموظفين من الإمارات أكثرهم من الهند ومن الفلبين، ولكن بعد ما جينا هنا وظفنا أخواننا المغاربة وخدموا معانا وكان يعني فيهم الكفاءات ما شاء الله.